تبقى كافية حول هذا المركز والأسعار معقولة جدا. أعتقد أن الجميع الذي يعمل هنا بإمكانه أن يقضي وقتا جيدا. أريد اليوم مباراة الدنمارك وألمانيا، تحدث عن أحد لاعبين المكان الألمانية. نعم بالطبع ميروسلاف كلوزي هو من الأصول البولندية، نتعرف عليه أكثر مشاهدينا من خلال هذا على ضفاف نهر أودرا تقع مدينة أوبول البولندية التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن ميلادي. مدينة هادئة وجميلة يتفرع في وسطها نهر أودرا ليشكل جزرا صغيرة تذكر بمدينة البندقية الإيطالية ورومانسية جعلت أهلها يطلقون أسماء الورود على شوارع البلدة. وفي يوم من الأيام كان نادي أودرا أوبول لكرة القدم أجمل وردة في المدينة بنظر سكانها. أوبولا مدينة تبعد عن فروتسواف ب 100 كيلومتر ويعيش فيها 130 ألف نسمة. هي مدينة لديها تقاليد رياضية، وفي أوبولا يوجد النادي الرياضي لأودرا، وفي هذا النادي تكون ميروسلاف كلوزا. أودرا أوبولا w 1945 roku właśnie w tym klubie swoją wielką karierę rozpoczynał Józef Kloza. أودرا أوبولي أو أوديركا كما يحب المشجعون تسميته هو الفريق الأعرق لكرة القدم، إذ يعود تأسيسه إلى العام 45. جويو كان من أشهر وأفضل لاعبي الفريق أواخر السبعينيات، ومعه عرف النادي آخر أيامه في دوري الدرجة الأولى. وليس جويو بأحد غير جوزيف كلوزي الذي احتفلت معه في شارع هابروف أوبولي كلها من شدة حبها له بولادة ابنه ميروسلاف. على بعد 1000 متر فقط من الملعب عاش يوزيف كلوزي في هذا المبنى عندما كان لاعبا في صفوف فريق أودرا أوبولي. وفي الطابق الأول الشقة رقم 11 أبصر النور ميروسلاف في 9 يونيو عام 78، وكم كان طبيعيا أن يسير كلوزي الصغير على خطى الكبير. الوالد مهاجم إذن تميز بحسن التمركز وتسجيل الأهداف بالإضافة إلى تقنياته العالية. انتقل إلى فريق أوكسير الفرنسي وساعده بالصعود إلى دوري الأضواء عام 80. والأم باربرا ييز كانت حارسة مرمى منتخب بولندا لكرة اليد في 82 مباراة دولية. فلم يكن لميروسلاف إلا أن تعلم منذ الصغر نقاط ضعف حراس المرمى من والدته كما تعلم منها كلماته الأولى. وإضافة إلى النصائح التربوية أخذ أيضا من أبيه أسرار المهنة، مهنة الهداف. والد ميروسلاف جوزيف كلوزا بدأ مشواره كلاعب كرة قدم في أودرا، وكان سابقا لاعبا لإنرجيتيكا، وكان أفضل لاعب في فريق أودرا، وقد سجل 39 هدفا في الدرجة الأولى مع هذا النادي. وفي 65 سنة من تاريخ النادي يبقى هو رابع أفضل لاعب، ولعب إلى غاية سنة 1978، ثم ذهب إلى أوكسير في فرنسا. لقد سجل أهدافا كثيرة على المستوى الأوروبي وفي بولندا. ويمكن أن أضيف مقارنة هي أن أب ميروسلاف كان يلعب بطريقة أكثر جماعية عن ابنه. هربا من بولندا الشيوعية غادرت عائلة كلوزي إلى ألمانيا عندما كان في 9 من عمره. وصلها ولم يكن يعلم من لغتها إلا كلمتين اثنين. مارس كرة القدم وتدرج إلى أن أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 5 أهداف برأسه في كأس العالم عام 2002. ولاعب لم يخسر المنتخب الألماني مباراة سجل فيها ميروسلاف هدفا. خيار كلوزي بارتداء الألوان الألمانية لا البولندية كان خيارا لم يرضي البولنديين، وربما لا زال كذلك. رغم أن الزيارات نادرة إلى مدينة أوبولي، إلا أن العائلة دوما ما تزور أقرباءها المقيمين في بلدة سلافينيتيتسا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويكفي كلوزي البولندية المولد، وفي هذا تأكيد على أنه لا يتنكر لأصله، وربما في هذا مواساة لأهل بولندا، علهم يفخرون بابنهم مهما كانت خياراته الشخصية. زياد شحاده، الجزيرة الرياضية، أوبولي، بولندا. Ну, как все, все это уже все, вот так хватит.